أستاذنا نجيب عياد من أهم القامات السينمائية في القارة الإفريقية كمنتج كبير، وهو أعاد الروح في الحقيقة إلى أيام قرطاج السينمائية خلال الدورتين اللي ترأسهم، وكان رحيله مفاجأة وصدمة للجميع، ولكن هذه هي الحياة، وسيبقى اسم وروح وبصمة وكل ما قدمه لأجيال مختلفة نجيب عياد سيظل موجود على أرض تونس وعلى أرض إفريقيا من خلال تلامذته ومن خلال أعماله الموجودة. يعني قيل الكثير على نجيب عياد، وفي حب كمان نجيب عياد وذكرى نجيب عياد، بس أنا إذا ممكن يعني أشكل إضافة، أنا بقدر أحكي عن الإشي الشخصي، لأنه أنا مش تونسي، كفلسطيني نجيب بالنسبة إلي هو صديق أولا وأخيرا، مش فقط كان مدير أو رئيس دورتين ثلاثة في أيام قرطاج السينمائية أو أنه منتج، لا، أنا علاقتي مع نجيب أكثر من 20 سنة يعني، واشتغلنا مع بعض. فقدان، كان فقدان كبير نجيب، وبالنسبة لي كمان التواجد هنا بهاي الدورة كان مهم جدا، حتى لو باجي من فلسطين مشيا على الأقدام أنا سأتواجد هنا في حب نجيب عياد. إشي صعب، وللأسف يعني كمان عم نفقد هيك أصدقاء أحباء، أصدقاء أعزاء. يعني تخيلي أنه من أعز أصدقاء نجيب عياد صديقنا له شوقي الماجري، له كمان صديقي أنا. شوقي الماجري غير أنه زميل وسينمائي، إحنا بفلسطين بتربطنا فيه علاقة قوية، فلسطين كلها تربطوا فيه علاقة قوية. الناس اللي ما بتعرفوش شخصي، بس الناس تابعت مسلسل الاجتياح اللي عن فلسطين. شوقي ما اشتغلش كتير في السينما، اشتغل أكتر بالتلفزيون، بس بالسينما عمل مملكة النمل، مشروع كبير اللي هو كمان عن فلسطين. عن جد الفقدان هذا بالنسبة لنا مش فقط تونسي، هو كمان فقدان فلسطيني، هو كمان فقدان عربي. وظاهر لي هذه الدورة الوحيدة في اللي أطلق اسمها على اسم مدير عام، خاطر هو مدير عام استثنائي ومدير عام غير عادي. فرحان الكلام هذا قلته له وهو حي، ماهوش بعد ما مات. ونجيب عياد المناضل في السينما، نجيب عياد صاحب المبدأ، صاحب الفكر اللي خلى أيام قرطاج السينمائية ترجع إلى الثوابت وترجع تشاع في العالم العربي وفي أفريقيا. إن شاء الله تكون الدورة هذه شعاع نور على الأقل يريح روحه يا رب. هو المهرجان السنوات الأخيرة كله كان بإمضاء نجيب عياد، والسنة هذية بقوة. أنا ما نحبش نقول اللي هو راحل، لأنه نؤمن أنه طاقة يمكن تخلي روحه تشع بيناتنا هكايا وتشوف، وإن شاء الله تكون راضية على الدورة كلها، معناتها على السير الدورة، معناتها يكون فما مزيج من الحزن والفرحة ما بين تونس تحتفي ونحن نتذكر شخص من خيرة الأشخاص اللي كان بيننا ولم يعد بيننا، ربي يرحمه، ذكراه طيبة وأثره جميل جدا، ويكفينا فخرا أنه نجيب عياد تونسي.